رحيم العمري يقول استاذ حامد حامد البلوي يقصد، حامد مو معنا اليوم لكن غرم العمري اللي بيجاوبك، يقول مدرب الاتحاد تاخر يا ابو خالد. اي طبعا، شوف علي، شوف الناس يعتقدون ان التعاقد مع مدرب انه سهل، او انك ممكن انك في الاول والاخير انت لك شروط، انت كاداره نادي في متطلبات تبغاها او في مواصفات معينه تبغاها في المدرب، اضافة انك تتكلم انت الان في وسط الموسم، يعني في مدربين كثير ترى حتى لو انه متاحين بدون انديه يرفضون انهم يستلمون الانديه حاليا، حتى لو مدرب كبير حتى لو مستواه كبير يرفض انه يمسك فريق في المرحله الحاليه هذه، لانه في الاول والاخير هو يتمنى انه هو اللي يمسك الفريق حتى لو عنده فرصه مشاركه في كاس العالم للانديه. حتى اوكي، هذه بالنسبه له طالما انك بتجيب مدرب كبير اوكي انها حتضاف له في السيفي حقه، ولكن في الاول الاخير يبغى شيء اضافه له فنيه، اضافه له انه يقدر يعمل شيء، مو انك حتحتاج انه يشارك فقط بس في بطوله انديه العالم، لان نادي زي نادي الاتحاد في ظل الدعم اللي صاير الان وبعد انديه الصندوق لا، حيجيب اسم كبير، حيجيب اسم يعني ما عنده العائق المالي، حيجيب مدرب يبغى يحتاجه السنوات قادمه، يعني حيكون الاختيار متني، ترى مش بالسهوله ترى علي انك تتعاقد مع مدرب في خلال 5 ايام، انا اشوف في ضغوطات على اداره الاتحاد، تاخرت في المدرب، ترى التعاقد مش سهل، طالما انك تبغى تجيب مدرب على مستوى فيجب عليك انك تاخذ وقتك. الكابتن حسن خليفه كابتن موجود مساعد مدرب تقريبا مع نونو سانتو الفتره اللي فاتت قبلها ومن قبلها كمان هو موجود مع الفريق، مدرب بكل امانه له خبره يستطيع انه يمشي المرحله الحاليه هذه لين يتم التعاقد مع مدرب مناسب لاداره نادي الاتحاد، ولكن زي ما يقولون ما تاخرت اداره الاتحاد الا ان شاء الله انهم يجيبوا اسم يليق باسم نادي الاتحاد، يليق بالمشوار القادم لنادي الاتحاد. وشكله ابو خالد ساعات حاليا، شكله ساعات يا ابو خالد امامنا والمدرب يحسم موضوع. اعتقد انه من الارجنتين جايهم مدرب كبير، من الارجنتين اتوقع انه حيكون اضافه كبيره لنادي الاتحاد، اتوقع يعني جالاردو شغالين مصادر والله، هو من اقرب الاسماء اللي اعرفه انا، انه من اقرب الاسماء بصراحه، لانه انا شايف انه اخبار جتني انا، جتنا من هناك من الارجنتين ترى مش هنا، ها انه قريب جدا يخلص مع الاتحاد. مصادرك خارجيه ها؟ مصادر خارجيه، لكنه بكل امانه انا بالنسبه لي الرجل هذا يعجبني طريقه عمله. المصادر الخارجيه ابو خالد قالوا لك بكره يوصل؟ والله انا قالوا لي انه قريب من الاتحاد، يعني في الاول والاخير هذا خبر يخص اداره نادي الاتحاد ومركز الاعلامي بنادي الاتحاد، ولكن انا من كل قلبي اتمنى التوفيق للاتحاد، جاي على بطوله يمثل المملكه العربيه السعوديه زي ما دعمنا الهلال في البطولات السابقه، كلنا نوقف كسعوديين وكرياضيين مع نادي الاتحاد في المشاركه القادمه، ان شاء الله انهم يقدموا مشاركه كبيره تليق فعلا بالكره السعوديه والحراك الرياضي السعودي بشكل كبير. جلاردو سامي مناسب للاتحاد وقادر انه يصنع معها الانجاز والامال يحققها للاتحاديين؟ المشكله هو او غيره، المشكله انه كاس العالم للانديه قريب جدا، قريب جدا، يعني انا اشوف انه الكره في ملعب اللاعبين، نعم المدرب له بصمه، ولكن الكرة اليوم في ملعب اللاعبين، يعني كثير من اللاعبين كان في تضجر من نونو سانتو، من اسلوب نونو سانتو، يلا الكرة في ملعبكم، لذلك اليوم لاعبين الاتحاد هم امام مدرج الاتحاد الكبير، هذا المدرج العظيم اللي ما يجامل حساب ناديه بصراحة، اذا ما شافوا عمل نعم المدرب سيتحمل، ولكن الحمل الاكبر انا احمل على اللاعبين، وانا دائما اقول اللاعب هو راس المال، نعم المدرب ننتقده ونتحدث تجاهه، ولكن انه نجي في فترة وجيزة في 4 اسابيع و3 اسابيع ونطالب مدرب حتى لو كان فيرغسون، ما نقدر نطالبه انه يصنع عمل في كاس العالم للانديه واللاعبين لا يوجد لديهم رده فعل، اتمنى رده فعل جميله من لاعبي الاتحاد اللي شفناها في المباراه الاخيره، انها ما تكون رده فعل نفسيه فقط، يجب ان تكون رده فعل في ارضيه الملعب. نقطه مهمه اخيره، انا استغرب من اداره النمار الحالي مع كل التقدير، انا دائما اقول النمار الحالي شجاع، تسلم الاتحاد في فتره كانت صعبه جدا، صعب انه احد يجي يتسلم الاتحاد في تلك الفتره، هذه شجاعه تحفظ في تاريخ وسجلات الاتحاد، ولكن التأخير في ملف المدرب، أنت المفترض ما يمشي المدرب اللي موجود إلا يكون مدرب ثاني جاهز، نفس القصة حدثت مع أحمد حجازي، أصيب أحمد حجازي فترة الصيف كاملة، أحضرت اللاعب المدافع في آخر ساعة من فترة التسجيل، فلذلك التأخر في مثل هذه الملفات مدافع قلب دفاع لما تتحدث عن المدرب، التأخر حتى لو لأيام أنا ما أشوفه مبرر، أنت نادي كبير أسماء كثيرة تتمناك، نادي عظيم مثل الاتحاد عنده مشاركة في كأس العالم للأندية، مجرد مشاركتك في كأس العالم للأندية هذه ورقة
قويه في انك تفاوض فيها، انت حتجي تدرب الاتحاد، حتدرب وترى في كاس العالم للانديه، فهذه ورقه في مصلحه الاتحاد. كنت اتوقع انه الملف يكون ينتهي بشكل اسرع، كنت اعتقد انه مثلا نونو سانتو يمشي يوم الاحد يكون المدرب موجود يوم الاثنين، المدرب اللي بيكون موجود في الاتحاد، اما مثل هذا العمل صراحه استغرب واحط امامه الف علامه استفهام. ابو علي خالد السعود، انت مدير احتراف سابق وتعرف تفاصيل العقود وتعاقدات والاجراءاتها تحديدا، طبيعي انه المدرب يتاخر للاتحاد ولا لا؟ ما استطيع بصراحه ان اعطيك اجابه جازمه وواضحه، لانه يعني على الاقل ما اعرف ايش التفاصيل ولا اعرف ايش الاسباب اللي دعت الاتحاد. يعني مثل ما اذا جينا نتكلم انه المدرب او ورقه كاس العالم للانديه ورقه كبيره ورابحه وتعتبر مطمع لاي مدرب، يمكن مدرب ثاني يعني حسب ظروف الاتحاد الحاليه يخشى انه تكون بطوله كاس العالم للانديه هي مجرد مباراه ويخرج على اثر الاتحاد. نعم الخصم لن يكون ذاك الخصم الكبير، ولكن في النهايه هذه كره قدم، حسابات المدربين مختلفه حتى في ظل وجود الامور الماليه اللي تغيرت. اذا علمنا الاتحاد احد الاربعه الانديه الكبيره اللي تم الاستحواذ عليها، ونعرف تعاقدات الانديه الاربعه كيف تتم، يعني في النهايه في حسابات كثيره جدا سواء من للمدربين، وحتى اذا شفنا لاعبين في السابق، في لاعبين كبار تم التفاوض من قبل الاربعه يعني بدون ما نسمي نادي معين منها، وتم رفض العروض رغم انها كانت عروض مغريه جدا، والدوري العالم كله يرى الدوري السعودي كيف منفتح على العالم وكيف قوه الدوري السعودي. في النهايه حسابات التاخير بشكل عام، يعني انا ما اعرف اصلا التاخير الحقيقي ما كان في حضور المدرب الحالي، التاخير الحقيقي هو في اقاله نونو سانتو اولا ثم المدرب الجديد. نقول فتره وان شاء الله باذن الله تعدي على خير على الاتحاد ونرى الاتحاد كما عهدنا بإذن الله. في سعود العتيبي على الهاشتاج يقول مساء الخير على الجميع، أستغرب ألا يكون للأستاذ غرم العمري نصيب في الاتحاد السعودي ويشغل منصب في أحد اللجان، خصوصا أن رياضي مخضرم ولا يهون البقية. يستاهل، أعطاك يستاهل. الله يرفع قدرك أخوي سعود، بالعكس الاتحاد السعودي فيه رجال قادرين وما شاء الله تبارك الله على تغير أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد السعودي من سنوات إلى سنوات، يجون شباب ما شاء الله تبارك الله يملكون الشهادات ويملكون الفكر، تمنى لهم التوفيق. وأنا بالنسبة لي أنا بعد ما تركت النادي الأهلي تقريبا عام 2010 العمل في الأندية وفي الاتحادات أبدا ما أفكر فيه. مالك نية؟ والله بالعكس أنا معكم علي ومع الشباب ومع أبو بدر وأعضاء والزملاء اللي موجودين في البرنامج هنا 11 سنة. أنت مبسوط معنا أهم شيء، خلاص هذا يكفي. الحمد لله الحمد لله يا رب. أبو علي عندك تعليق تقول؟ والله ودي أقول بس أقول الله يبارك لك يا أبو خالد، تستاهل كل خير. قول اللي بخاطرك. الله يحفظك أبو خالد في مجاله، يعني أعتقد أنه سلك طريقه وبإذن الله نشوفه من أعلى إلى أعلى بإذن الله، وعسى الله يوفقه ويبارك له. اللهم آمين. الله نقطة نظام، خلينا نسمع صوت الجمهور.